طيب خلينا نروح لارض الملعب، وزي ما عودناكم بيجيب لكم كل الاستعدادات وما يعني يجري في الملعب. معانا مراسلنا من ارض الملعب كريم احمد ونورهان طمان، اتفضل يا كريم. مرحب بيك. في البدايه طبعا كابتن هيثم السعيد، كل التحيه ليك ولنجوم الاستوديو التحليلي، وايضا كمان الشكر والتحيه لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. مرحب بيك يا نورهان، ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. نقدر ان شاء الله باذن الله مباراه مهمه جدا للاهلي والاتحاد السكندري في نهائي كاس مصر، مباراه اكيد غايه في الصعوبه سواء من خارج الخطوط مع اوجستي بوش وايضا كابتن مرعي وايضا كمان من داخل الخطوط، لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. نورهان شايف الجيم النهارده ازاي؟ وانا عارف طبعا يمكن معاكي بعض الاخبار عن فريق الاتحاد السكندري، طمني جمهور النادي الاهلي على الامور. طبعا كل الشكر يا كابتن هيثم، وبنرحب بضيوفك الكرام، ويعني وبنرحب بمشاهدينا، وبرحب بيك يا كريم. مباراه ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق، بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. يمكن طبعا النهائي الثالث على التوالي اللي بيواجه فيه النادي الاهلي نظيره الاتحاد السكندري، ان شاء الله السنه دي نحقق التتويج. كمان خلينا نقول انه احنا بنقول يعني الرابعه يا اوجستي، يعني معانا منذ طبعا تولي يعني المدير الفني في اغسطس او منتصف اغسطس الماضي اداره الفريق، وهو بيحقق نجاحات كبيره جدا يا كريم. وجمهور النادي الاهلي سعيد جدا بما يقدمه المدير الفني لكره السله رجال بعد طبعا فتره طويله، يعني الى حد ما كانش الاداء مرضي للعديد من جمهور النادي الاهلي، سواء في الصالات اللي بيجوا وراهم في كل حته او طبعا على السوشيال ميديا. كمان خلينا بقى نتكلم عن مشوار الاتحاد يا كريم قبل ما يواجه النادي الاهلي. الاتحاد يمكن تغلب على هليوبلس في بدايه طبعا الماراثون بتاع البطوله 84-54، كمان تغلب الاتحاد على القناه في ربع النهائي 109-62. احنا عارفين طبعا يا كريم انه فريق الاتحاد فريق محترم جدا في كره السله، ويعني يمكن بيتعمل له زي ما بيقولوا كده الف حساب. اما بقى طبعا الفوز الاخير كان على او في نصف النهائي طبعا كان على حساب طلائع الجيش بنتيجة 82-60. كمان خلينا نقول لكم أبرز اللعيبة اللي يعني بيعتمد عليها فريق الاتحاد في مبارياته، هم طبعا إسماعيل أحمد ويوسف شوشة. يا كريم يمكن الاثنين دول من أميز الاثنين الموجودين في صفوف نادي الاتحاد. كمان خلينا نقول لكم أنه في غياب واحد فقط لأحمد بيبو، هيغيب لمدة حوالي 6 أسابيع. تواصلنا مع الجهاز الفني نادي الاتحاد وقالنا أنه اللاعب يعني غائب حوالي 6 أسابيع. كمان احمد عادل عندهم في طبعا فريق الاتحاد لسه عائد من الاصابه. يمكن دي كانت ابرز المعلومات عن فريق الاتحاد يا كريم، اكيد ده لسه عندك معلومات ثانيه. بالتاكيد طبعا، يعني زي ما بنقول يا كابتن هيثم مؤكدنا طبعا على المباراه خارج الخطوط بين كابتن احمد مرعي طبعا واوجستي بوش، مباراه مهمه جدا، وداخل الخطوط كمان. انا عايز اكد على اكثر من نقطه الحقيقه مع اوجستي بوش المدير الفني لفريق النادي الاهلي. يمكن نورهان اتكلمت على حصول على 3 بطولات منذ توليه طبعا، وهي بطوله منطقه القاهره، البطوله العربيه ودوري المرتبط. احنا في انتظار ان شاء الله الرابعه، وفي انتظار كمان العاشره يا اهلي. يعني زي ما كنا بنقول طبعا لفريق كره القدم العاشره يا اهلي، بنقول ايضا كمان لرجال كره السله العاشره يا اهلي، كاس مصر ان شاء الله يدخل دولات بطولات النادي الاهلي. الحقيقه اللي لامسينه يا كابتن هيثم من خلال التدريبات ومن خلال التحضيرات الخاصه بالجهاز الفني، هو اوجستي بوش الحقيقه شغال بشكل كبير جدا على الجانب الفردي والجانب الجماعي نوراني. يعني بنشوف الحقيقه بعض اللعيبه، ويمكن كمان كباتننا في الاستوديو التحليلي شفنا الحقيقه تالق غير طبيعي لاحمد اسماعيل. يعني في بعض الامور كده لكره السله طبعا، وكان مميز جدا في مباراه الزمالك الاخيره، الريباوند، الارتكاز، التمركزات، الامور دي. الراجل شغال بشكل كبير جدا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. تالق ايهاب امين الحقيقه في المباراه الاخيره كان رائع ومميز جدا. كل اللعيبه الحقيقه اي 5 بيكونوا متواجدين يا كابتن هيثم عندهم ان شاء الله باذن الله مهمه كبيره جدا امام نادي الاتحاد السكندري، مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الغيابات. غياباتنا مستمره كالعاده، محمد عمر عزب طبعا بيغيب عن هذه المباراه، ومستمر ايضا ابراهيم الجمال ومروان محسن، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون في صالحنا. وايضا كمان ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في قمه تركيزها. نورهان ثقه كبيره بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله رهاننا كبير جدا عليهم، وان شاء الله تكون العشره اهلي. كريم يمكن محتاجين نعرف اللقاء اللي كان قبل المباراه النهارده، يمكن الثالث والرابع، النتيجه كانت ايه؟ نتيجه طلائع الجيش والزمالك. كريم يمكن، طيب تمام خلاص، احنا كده احنا عرفنا النتيجه. يمكن نتيجه مباراه لسه مبلغاني دلوقتي، مباراه المركز الثالث خلصت 190 لصالح نادي الزمالك. اذا نادي الزمالك حصل على المركز الثالث في كاس مصر هذا الموسم 2021-2022 بعد مباراه واضح انها كانت كلوز جيم، والسكور كان كبير في كلا الفريقين. طيب كريم، يعني يمكن كريم معانا تاني. كريم يمكن المباراه اللي قبلينا يمكن تاخرت شويه في الوقت، عشان كده مباراه
النادي الاهلي النهارده والاتحاد هتتاخر يمكن ربع ساعه كمان. سبب التاخير ايه؟ هل كان في اكسترا تايم في مباراه طلائع الجيش والزمالك، ولا كانت المباراه شهدت توقفات عديده؟ لا يا قلبي، يمكن المباراه طبعا في البدايه بدات متاخر شويه، يعني كان محدد ليها طبعا 6، لكن 6 وثلث بدات المباراه. جيم كان قوي جدا وكان في توقفات عديده زي ما انت بتقول يا كابتن هيثم. طبعا كابتن اشرف توفيق الحقيقه كان مؤدي اداء مميز جدا على هذه المباراه فريق طلائع الجيش وايضا كمان نادي الزمالك، لكن انتهت المباراه بنتيجه 190 في مباراه كانت قويه جدا قبل هذه المباراه بالتاكيد. طبعا يعود مره اخرى يعني لاجواء المباراه، وكان في يعني جو حماسي جدا احنا طبعا شاهدناه مع اللاعبين، ولكن يعني ما تمش يعني اخفق الى حد ما حد كبير، وطبعا نادي الزمالك بنبارك له. بالظبط بالظبط، يعني طبعا نقدر نقول خلاص المباراه انتهت بالنسبه لفريق طلائع الجيش ونادي الزمالك. احنا دلوقتي اكيد منتظرين المباراه المنتظره والمرتقبه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، وهي مباراه الاهلي والاتحاد السكندري. يا رب ان شاء الله دعواتك ودعواتك نوريان، دعوات كل جمهورنا نجوم الاستوديو التحليلي ان شاء الله باذن الله هذه البطوله تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم بشكرك شكرا جزيلا، كريم احمد ونورهان طمان.